سارة، أنا بدي أقول لك ميرسي. ميرسي إنه عم تفكري فينا وعم تجربي تعملي اللي لازم. يعني ميرسي إنه حكيت الدكتورة وبدك تدفعي تكاليف العلاج. مش بيناتنا. بس سارة، نحنا مش بحاجة لحدا يدفع عنا. نحنا معنا شوية مصاري وإن شاء الله رح يصيروا أكتر. يعني أنا عم بهتم بأمور العائلة. اليوم عملت كذا تليفون وعم زبط كذا اجتماع حتى أرجع زبط شغل جديد. بعرف رح نبلش من الصفر، بس إن شاء الله رح نرجع مثل ما كنا قبل وأحسن. يعني أكيد البيت هون رح يضل بيتك، وهذا البيت مفتوح بوجهك أي متى بدك. بس أنا حكيت مع الدكتورة وقلت لها أنه نحن رح ندفع التكاليف. يعني معقول سارة نحن ما يكون معنا مصاري ندفع علاج بيي؟ فراس، مش مشكلة تانت ناجا. فراس، أنا يلي عم بعمله ماشي قدام يلي عملوا بيك معي. كيف وقف حدي لما انخطف إبراهيم؟ أنا ما عم ساعدكم لأنه أنتم ما معكم المصاري لتدفعوا العلاج. هيدا المينيمم يلي أنا بقدر أعمله، لأنه صحته بتهمني، لأنه بعتبر حالي من العائلة. بالنهاية أنا ما عم ساعد حدا غريب. ماما، جيبي لي لابتوب ترساني. هلا بنشوف ماما، بس احنا صار لازم نفل. بالإذن. سوري. باي. فيني أفهم شو عم بيصير؟ شو عم بيصير أمي؟ متفقين أنت وياها يعني. على شو؟ على اللي صار. عيب، عيب اللي صار. أمي شو صار يعني؟ قلت لها ميرسي على اللي عملته معنا، شو لازم أعمل أكتر من هيك؟ بس أنا مش رح أقبل إنه حدا يدفع عني. بعدين سوري يا روحي، ما سمعتي شو حكي؟ عم تقول لو كنتوا محلي كنتوا عملتوا نفس الشيء. شو قصدها بهي الكلمه؟ بدها تحطها على عيننا على اساس هي لما احتاجت ما اعطيناها؟ لشو تلطيش الحكي؟ خلصنا نور. شو خص هي بهي؟ انت اسكت. خص هي بهي، خصها كثير. انا يلي بعرف حركات النسوان كهن. يا ريتني مش عم بسمع. عن جد عيب.